بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي طلاب الصف الثامن، بعد الانتهاء من دراسة الوحدة الرابعة المياه ننتقل إلى الوحدة الخامسة وهي جوارب من تاريخ أوروبا الحديث. سوف نتكلم في بداية هذه الوحدة عن درس قيام النهضة الأوروبية. الأول، نحدد أوروبا على خريطة العالم، فهي من قارات العالم القديم آسيا، أوروبا، أفريقيا التي عاش فيها الإنسان قديما، أما أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا هي من قارات العالم الحديث. أوروبا وآسيا وأفريقيا كان بينهما اتصال حضاري كبير. كانت أوروبا تعيش حياة من الجمود الفكري والثقافي والتخلف والانحطاط الفكري، إلا أن الحياة أو الحضارة العربية الإسلامية كانت مزدهرة وحضارة عالمية، إلى أن في مطلع القرن الثالث عشر ميلادي شهدت أوروبا عصر النهضة الحديثة. والنهضة الأوروبية تعني التطور التدريجي الذي شمل نواحي الحياة الاجتماعية والفكرية في أوروبا بدءا من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. شهدت أوروبا مجموعة من التأثيرات خلال النهضة، وهي تعلم المزيد من العلوم والفنون، ابتكروا أنواعا جديدة من الموسيقى وأساليب الرسم، أدخلوا مفاهيم جديدة في الكتابة وفنون العمارة والرسم والنحت. ننتقل بعد ذلك إلى في الوقت الذي تمكن فيه العرب المسلمون من بناء حضارة عالمية متقدمة. كانت أوروبا تعيش كما قلت من قبل حالة من التأخر الثقافي. ارتبطت حياة الأوروبيين قبل قيام النهضة بالكنيسة الكاثوليكية التي كانت تمنع أي تجديد أي ابتكار وتفرض قيودا صارمة حتى مطلع القرن الثالث عشر. تعالوا نرى موقف الكنيسة قبل النهضة وبعد النهضة. قبل النهضة كانت جميع أعمال الفنانين والكتاب مرتبطة ببناء تمليه المسيحة من المعتقدات. المدارس كانت جزءا من الكنيسة. زاد عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا هو من العامل الأساسي الذي أسهم في تأخر أوروبا، الجهل. أما عندما تغير موقف الكنيسة تحرر الفنانون والكتاب من سيطرة الكنيسة، تحررت الكنائس من سيطرة أو المدارس آسف في هذا الخطأ تحررت المدارس من سيطرة الكنيسة وأصبحت متاحة للجميع. زاد عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وتحالت أوروبا نحو الانفتاح والتجديد. أسباب قيام النهضة في إيطاليا دون غيرها من الدول الأوروبية. موقعها التجاري بين قارتي أفريقيا وآسيا وأوروبا. تحول الكنيسة في أفكارها نحو التجديد والانفتاح. ظهور طبقة من الأغنياء الذين أسهموا بأموالهم في تشجيع العلوم. عامل قيام النهضة الأوروبية ظهور المدن وإزدهارها، ظهور مجتمعات جديدة ومتطورة، اختراع الطباعة، ظهور المفكرين والكتاب، الاكتشافات الجغرافية. بداية ظهور المدن، ساهم ظهور المدن في تطور حركة التجارة والصناعة. ظهور طبقة من الأغنياء والأثرياء والمثقفين يشجعون على النهضة. ظهور دول مستقلة على النظام الأبطائي، سيطرة مجموعة من الأبطائيين ورؤوس الأموال على النظام السياسي في الدولة، وهذا هو العامل الاقتصادي. أما عن العامل الاجتماعي، ظهور مجتمعات جديدة ومتطورة، ساهمت المجتمعات الجديدة في تشجيع الناس على استخدام قدرتهم العقلية والاعتماد على النفس والتفكير في استنباط أساليب جديدة لكسب العيش. أما عن ظهور المفكرين والكتاب، قام العلماء بتشجيع المفكرين والكتاب على التجديد والابتكار، فازدهرت الحياة الثقافية، وهذا هو العامل الثقافي. لذلك كانت العصور الوسطى في أوروبا عصور تخلف، نسميها العصور الظلمة أيضا، وهي المرحلة التاريخية التي تقع في نهاية القرن الخامس الميلادي وحتى فتح القسطنطينية عام 1453 ميلادي.
من أبرز ملامحها سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وقيام النظام الإقطاعي أساسا للحياة الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا. الاكتشافات الجغرافية، عرفت الناس بالأقاليم الجديدة وإثبات كروية الأرض واكتشاف العالم الجديد. العامل السياسي، أما العامل العلمي اختراع الكتابة، تمكن العالم الألماني يوحنا جوتنبرج عام 1445 من صناعة أول آلة طباعة تعمل باليد التي أدت إلى طباعة الكتب المتعلقة بالعلوم والآداب والفنون، سهل على الكثير من الناس الاطلاع على العلوم المختلفة. بعض العلماء والمفكرين والفنانين المؤثرين في النهضة الأوروبية، مثلا دانتي شاعر وأديب إيطالي ولد في فلورنسا، اشتهر أعماله بالكوميديا الإلهية. ميكافيلي نشأ في فلورنسا، كان معارضا لرجال الكنيسة، أهم أعماله كتاب الأمير. ليوناردو دافنشي رسام ومهندس ونحات وعالم نبات إيطالي، لوحة الموناليزا أهم أعماله. مايكل أنجلو رسام وشاعر إيطالي، أشهر أعماله تمثال داود ولوحة خلق آدم. أخيرا كوبرنيكس بوليندي، عالم فلك صاحب نظرية مركزية قيام أو دور الحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية. هنتكلم عن اتصال أوروبا والحضارة الإسلامية عن طريق صقلية جنوب أوروبا، الأندلس، أسبانيا والبرتغال، وكان ذلك من خلال فئات عدة: المسلمون الفاتحون لهذه البلاد، المهاجرون إليها، وحتى المولدون، وهم الذين ولدوا من أمهات غير عربيات واعتنقوا الدين الإسلامي واستعربوا بسرعة وأصبحوا يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع. ده عبارة عن اتصال أوروبا بالحضارة أو الحضارة الإسلامية بأوروبا. أما عن طريق وسائل الاتصال من الجانب الأوروبي، المسار الأول عبر غزو الفرنجة على الشام ضد المشرق الإسلامي على بلاد الشام ومصر وتركيا. لا، بالرغم من هذه الغزوات والحروب لم تأتي بثمارها، لأنهم استفادوا أنواعا من وألوانا من الفوائد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفنون العسكرية التي كانت موجودة آنذاك في بلاد العرب. المسار الثاني، الإنجازات الحضارية الإسلامية في البلاد المفتوحة مثل أسبانيا وجنوب إيطاليا، فقد وفد إلى هذه المناطق العديد من المفكرين والعلماء والأدباء والمترجمين من كافة أنحاء أوروبا، طلب للعلم والإطلاع على ما أبدعه وأنجزه المسلمين من بدائع الكتب والمؤلفات الأدبية والعلمية. ويجب عن ذلك فتح مجالات الاهتمام بالدراسات الشرقية. دور الطب الإسلامي في التفاعل الحضاري، ازدادت معرفة أوروبا خاصة بعد اختراع الكتاب أو الطباعة سنة 1445 على يد العالم الألماني يوحنا جوتنبرج، فطبع كان أولى الكتب التي طبعت في ذلك الوقت هي كتاب القانون في الطب لابن سينا، وترجمة الكثير منهم إلى لغات الأوروبية، وأيضا اعتمدوا وترجموا كتب مثل العالم الرازي وابن رشد وأبو القاسم الزهراوي. أما عن التأثير الحقيقي في أوروبا أو المؤثرات البشرية والنوعية الظاهرة، فقد حدث تطور في النظرة العلمية بين الأطباء في بعض المجالات، خاصة مجال التشريح ووظائف الأعضاء. تقدم الطب أدى إلى كسر الانغلاق الثقافي والفكري والعلمي، وفتح كمان مجالات البحث والتفكير لدى كثير من الأوروبيين، فقاموا بجمع المخطوطات العربية النفيسة وعملوا على نسخها وترجمتها. أرى بعض المستشرقين في أثر الحضارة الإسلامية، رأوا أن الدور العظيم وقدروا ذلك للحضارة الإسلامية في تقدم حضارة الغرب أو أوروبا، خاصة في العصور الوسطى في أوروبا التي كانت تسمى بالعصور الظلمة، حينما كانت أوروبا تعيش التخلف والانحطاط في جميع مجالات الحياة. هؤلاء يسمى المستشرقون والمفكرين، الذين هم من أصل أوروبي، وقاموا بدراسة التراث العربي. المستشرقون أو المستشرقين هم فئة من الباحثين الغربيين تخصصوا في دراسة التراث العربي لغة وتاريخا وواقعا،
وقاموا بتحقيق الكثير من المخطوطات العربية النفيسة ونشرها، وكانت لهم دوافع شتى في دراستهم، منها سياسية وثقافية وتجارية وفكرية، حتى أن زجرت هونك أحد المستشرقين التي كتبت في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، قالت: عاصر التأثير العربي في ميدان العلم العقاقير في أوروبا فترة ما قبل النهضة والنهضة نفسها حتى القرن التاسع عشر. وقالت إن كل ما في أن كل مستشفى ما فيها من ترتيبات ومختبرات وصيدلية ومستودع أدوية إنما هي في حقيقة الأمر نصب تذكارية للعبقرية العربية. وفي موضع آخر ذكرت أن قرطبة سنة 950 ميلاديا كانت تزدان بثمانين ألف مضجة تضاء ليلا بمصابيح تثبت على الحيطان وتباشر فيها أعمال النظافة ومضى قرنان من الزمن قبل أن تتخذ باريس عام 1185 ميلاديا من قرطبة مثالا لها وترصف شوارعها وتنظفها، ومضى قرن آخر على أن تحذو بقية المدن الأوروبية حذو باريس. وهذا نهاية درسنا اليوم. كان معكم الأستاذ عمرو غانم، مدرسة أنس بن مالك الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله